رأيك تفسير الأحلام من الناحية الفقهية؟ والله شوف، هي الرؤى الإنسان يشوفها بالمنام، يعني هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزء من النبوة. يعني قضية أن الإنسان يرى رؤيا، قد تكون رؤيا من الله تبارك وتعالى، وقد تكون حلم من الشيطان. وأكثر الذي يراه الناس في مناماتهم من الشيطان، لأن أحلام، أضغاث أحلام. وإذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن رأسي يتدحرج وأنا أجري خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به، يعني هذا من الشيطان. لكن الرؤى تلقى لها معنى صحيح، الإنسان يذكرها كاملة، يعني فيها إشارات. وذاك هؤلاء الذين يفسرون الرؤى، لما تسألهم تقول لهم: أنا رأيت كذا كذا، مباشرة، يعني خاصة أتكلم عن متخصصين في الأشياء الفاهمين فيها وكذا، يقول لك هذه رؤية أو حلم، يعرف. عرفت؟ فلا، بالعكس، الإنسان قد يرى رؤيا زين وتفسر وتقع كما رأى. لكن أهم شيء في الرؤى أن الإنسان إذا شاف شيء يزعجه، رؤية تزعج، لا يحدث بها، لا يحدث بها، يسكت عنها. أي لا يسكت عنها، لا يحدث بها. كلش يعني بعض الناس يقول: ما أقدر، لازم أسولف فيها. يقفل الباب عليه ويسولف على نفسه، عرفت؟ عشان بس يطلعها من بس يطلع اللي بقلبه يعني، زين. لكن لا يحدث بها، لأن هي على جناح طائر، فسرت وقعت. فلذلك الإنسان إذا الرؤية تزعجه لا يحدث بها أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا الرؤية ما تزعجه، إما تسعده وإما لا، يعني ما فيها إسعاد ولا إزعاج، لكن عادية، ممكن يسأل بها من يعرف، ولكن لا يسأل كل أحد، يسأل اللي يعرفون بالرؤى ويفسرونها إن شاء الله تعالى. وهذه موهبة دكتور، من الله سبحانه وتعالى يعني. التفسير الأحلام. طبعا لذلك الإمام مالك لما سئل عن تفسير الرؤى، أن إنسان يتكلم بدون علم، قال: أيلعب بالنبوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جزء من 46 جزء من النبوة. لذلك لا يتكلم في تفسير الرؤى والأحلام إلا واحد يعني يعرف. شلون نتأكد من اللي يعرف من ما يعرف؟ يكون مشهور بين الناس ومعروف بصدقه وإخلاصه وتكانته وعلمه، يكون معروف بين الناس يعني. إذا اعذرني بس لك هالسؤال، بس في أشخاص معينين تقدر تزكيهم في تفسير الأحلام ولا نبتعد عن تزكية لا، بس أنا أخاف يزعلون اللي ما أذكرهم. لا خلاص، هل ما في لسته طويله يعني؟ يعني أنا عندي اثنين دائما أتصل لهم، زين؟ نبي الاثنين هذول منهم. إيه، أنا إذا رأيت شيء أو أحد رأى شيء وسألني وكذا، أنا أرسل حق عبد الرحمن، أخونا الدكتور عبد الرحمن السليم، عارف شلون؟ أبو فهد، وأخونا الشيخ جاسم العيناتي أبو محمد. العيناتي وعبد الرحمن السليم. هذا دائما أسألهم، لكن في غيرهم طبعا كثير يعني. صحيح صحيح. الدكتور في